السلام عليكم. دي المحاضرة الرابعة من الكورس بتاع الـ Construction Data Modeling، والنهاردة هنتكلم عن الـ BIM Coordination. لحد المحاضرة اللي فاتت كان التركيز أكتر على فكرة الـ Data Modeling، اللي هو إزاي الـ Data بتتربط ببعضها، إزاي الـ Flow بتاع الـ Data بيشتغل، عشان نفهم إزاي البرامج اللي إحنا بنستعملها بتاعة الـ BIM والكلام ده، والـ Application إزاي بتشتغل. غير كده يعني احنا مجرد بنطبق برنامج بس مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي. لو حبينا نعمل تعديل او حبينا نعمل اد ان او كلام من ده، حتى لو اتعلمناها بتبقى مجرد خطوات بس احنا مش فاهمين الفلو نفسه ماشي ازاي. فكان مهم نفهم الفلو ماشي ازاي. بدايه من النقطه دي هيبدا يحصل شيفت. هبدا دلوقتي اربط ما بين الداتا موديلنج وازاي الكلام ده بيتطبق في الابلكيشنز زي الريفيت والنيفيس ووركس والكلام ده، ازاي الداتا بتتحرك من هنا. فانا هتكلم على البرامج دي، بس انا مش هتكلم عن شرح البرامج والكلام ده، دي مش يعني انا مش مهتم وان انا استثمر وقت في الموضوع ده. الناس كتير غيري عملوا اكيد في محتوى كتير جدا موجود على النت، والموضوع ده منتشر ومشهور، واي حد وناس كتير جدا بقى دلوقتي اوتوداسك سيرتيفايد وتدي كورسات وتلاقي عاملين فيديوهات على اليوتيوب وكلام من ده. فمفيش احتياج ان حد تاني يعيد اختراع العجله. العجله اوريدي تم اختراعها موجوده على النت، في عجل كتير قوي على النت. فاللي انا بركز فيه الحاجات اللي هي انا شايف ان هي مش موجوده وانا عن نفسي ما لقيتهاش. فدلوقتي انا هناقش وهوريك ازاي الربط بين الكلام بتاع الداتا موديلنج وازاي يتطبق في السوفت ويرز. فعلى سبيل المثال، فدلوقتي احنا محتاجين نشفت المايند سيت بتاعتنا من الداتا موديلنج للسوفت وير. فعلى سبيل المثال مثلا احنا كنا بنتكلم مثلا على كلاس. لما كنا بنتكلم في الداتا موديلنج بقول لك عندك كلاس معين، فيه سوبر كلاس سب كلاس والكلام ده. في الريفت مثلا في السوفت وير مثلا بيسموه جروب اوف اليمنتس، وهنتكلم في التفصيلات ازاي دلوقتي. مثلا بروبرتي زي ما كنا بنقول بروبرتي كده كانت في الداتا موديلنج، بينما في السوفت وير زي الريفت بيسميها بارامتر. فدي الشيفت، محتاجين بس نعمل شيفت المايند سيت بتاعتنا ان احنا بنتحرك من هنا لهنا. تمام. فتيجي مثلا عشان نبص الدنيا ماشيه ازاي. فمثلا في الريفت بيقسم الكلاسز والسب كلاس والكلام ده اربع حاجات. فعنده اول حاجه الكاتيجوري، دي اللي هي اعلى حاجه. الكاتيجوري ده يبقى مجموعه كبيره من الاليمنتس بريديفايند، يعني سبق تعريفها قبل كده في الليست بتاعت الكلاسيفيكيشن بتاعت السوفت وير نفسه، وبتستعملها عشان خاطر ان تعمل موديلنج او دوكيومنتيشن للشغل بتاعك انت. فالكاتيجوري مثلا على سبيل المثال، مثلا لما اقول كاتيجوري يبقى انا مثلا اقصد مثلا عمود، ده كده كاتيجوري تحتيه جميع انواع الاعمده. فعمود ده كده الكاتيجوري الكبير. تحت الكاتيجوري في فاميليز. فاميليز دي بتبقى مجموعه من الاليمنتس في تشابه كبير ما بينها في البروبرتيز والبارامترز، وليها الى حد ما استعمالات يعني متشابهه، وفي الجرافيكال ريبرزنتيشن بيبقوا شبه بعض. فمثلا جينا مثلا دي اللي هي الفاميلي، فمثلا نقول مثلا عند العمود، بعد كده عندنا الريكتانجلر، ممكن بعد كده يبقى فيه سيركلر وحاجات تانية. فهنمسك الريكتانجلر لوحده، فده كده الفاميلي. تحت الفاميلي بيبقى البيلدنج يونتس بقى اللي هي التايب. فانت عندك والله العمدان اللي هي ريكتانجلر، لو انت مثلا تقسمها بالمقاسات مثلا يبقى عندك الريكتانجلر عمود 60 في 60 مش عارف ايه في ايه، وتبقى مثلا بتبقى اوضح بكتير مثلا في ال، وكان ممكن احط مثال احسن لو بالاي بيمز مثلا. فالاي بيمز لا هتبقى اي بيم مقاسات ستاندرد ومعروفه، فهتلاقي تحت مثلا هنا ستيل جيردرز مثلا تحتها الاي بيم، وتلاقي هنا بقى اي بيم جميع المقاسات بتاعتها والاشكال. فدي اللي هي التايب. التايب دي ليها سبيسيفيك سايز او بارامتر، مش شرط سايز، بتاع الفاميلي بيزد على الستاندرد او اذر كومن يعني بارامترز معروفه احنا متعارفين عليها، زي مثلا الكود مثلا لو انت هتنزل اد ان للكود او كلام من ده. تحت التايب الانستنس، هم يعني هم الاثنين على نفس الليفل مع بعض، اللي هو ايه يعني مثلا بقول عمود الانستنس اللي هي الاكشوال بقى عمود، العمود اللي انا حاطه فعلا في المشروع بتاعي. فالعمود سي 14 يبقى انا كده ايه، هو نفس البروبرتيز بتاعت المفروض العمود بتاع التايب، هو نفس العمود. انا خدت ريكتانجلر عمود ريكتانجلر 60 في 60، بس انا بقى خدته بقى ليه شخصيه، مش مجرد يعني نوع من العمدان، لا ده بقى ده انا قصدي على العمود اللي في المشروع الفلاني اللي في الحته الفلانيه، العمود سي 14، وممكن بعد كده اعمل له حبه كاستمايزيشن. فدي الفكره. فانت عندك فور ليفلز، دي يعني ازاي الهيراركي بتاعت الداتا متربطه ازاي ببعضها في الريفت. تمام. في الفاميليز دي هيبقى عندك ثلاث انواع من الفاميليز. في عندك حاجه اسمها سيستم فاميلي، وعندك حاجه اسمها لودابل فاميلي، وحاجه اسمها ان بليس فاميلي. السيستم فاميلي اللي هي الفاميلي العاديه، اللي هي اي حاجه بنعمل لها اسمبلي في الكونستراكشن سايت، زي مثلا الوول الروف الاسقف عمدان كلام من ده، ودي تبقى اوريدي موجوده في الريفت المفروض اغلبها.
فدي حاجات اللي هي انت بتعمل لها، يعني بتقدر تلعب في البروبرتيز بتاعتها والكلام ده، عمود ثيكنس مش عارف ايه، نوع الماتيريال، الفاير ريزيستنس بتاعته، الكوست بتاعته، الكلام ده. دي اول نوع اللي هي سيستم فاميلي، دي اللي احنا كلنا عارفينها. تاني حاجه عندك حاجه اسمها اللودابل فاميلي، دي بتبقى دايما حاجه انت بتوردها مش حاجه بتبنيها في الموقع. مثلا الفرنتشر، مثلا انت مش هتبني الموبيليا في الموقع، البيبان، الشبابيك، الكلام ده. فالحاجات دي بتبقى delivered وانستولد في البيلدنج نفسه، وعشان هي فيري فيري كاستمايزبل، يعني مش هينفع اعمل لك حاجه ستاندرد الكنبه، لان في مليون كنبه مليون شكل. ف غالبا انت اللي عاوز تعملها انت بتعمل لها كرييت، وبتعمل لها امبورتنج للريفت، غالبا تبقى في ار اف اي فايل وبتعمل لها امبورت. تالت حاجه الان بليس فاميلي، ودي بتبقى فيري يونيك بقى اليمنت، بقى بيتعمل مخصوص وبيتفصل مخصوص عشان المشروع ده. يعني هي قريبه من اللودابل بس مختلفه، يعني اللودابل ما زالت يعني حاجه معروفه، شباك، كباب، كلام من ده، انما الان بليس لا، دي حاجه مخصوصه جدا، ودي لما بتتعمل مش هتعرف تحطها تحت كاتيجوري معين. يعني مثلا لو انت عملت باب جديد مثلا هتحطه تحت البيبان، بينما الان بليس لا، ده هي بيتعمل لها فاميلي لوحديها، والفاميلي دي بتبقى هي فش غير ال one type one type اللي هي تبقى ال in place. مثلا بويلر مثلا بشكل معين مختلف، كلام من ده، حاجة ليها function مختلفة، شيء من هذا القبيل. تمام. فلو مثلا دخلنا على الريفت نفسه، فهتلاقي مثلا في ال project browser، لو بص على الفاميليز هتلاقي عندك كل الفاميليز. نرجع تاني نفتكر الفاميلي اللي هي تحت الكاتيجوري، تمام؟ عشان ايه اللي هي الفاميلي، هتلاقي مثلا عمدان مربع مستطيل، عمدان مدوره، مش عارف ايه الكلام من ده. فهتلاقي مثلا بيقول لك مثلا، تعال بص مثلا على الفلورز مثلا، فعندك مثلا في الفلورز بيقول لك تحتيها في حاجه مثلا زي الانسيتيو كونكريت، او كونكريت 250 مللي، او البلاي وود دبل بريس، او الريجيد، دي اللي هي التايب، دي اللي هي الحاجه اللي انت بتحطها على طول في الموديل بتاعتك، تمام؟ يبقى دي اللي هي التايب. بعد كده لو انت خدت بقى مثلا الريجيد انسيوليشن مثلا وحطيتها في المشروع بتاعك، بقت محدده للمشروع ده، ساعتها بقت انستنس، بقت الارضيه اسف الانسيوليشن بتاعه الارضيه الفلانيه بالمكان الفلاني في المشروع الفلاني. كل تايب من دول المفروض ليها بري ديفايند بارامترز او بروبرتيز، هي ليها حاجات اوريدي معرفه، مثلا الفاير ريزيستنس حطيت حاجه ستاندرد مش عارف ايه الكلام من ده. بعد كده انت ممكن بقى تغير وتعمل اساينمنت للبروبرتيز جديده حتى كمان في ايه، لو انت لما تحط الانسنس نفسها بقى الارضيه دي معينه، دي انا عاوز اغير فيها حاجات، او ان انت تغير ممكن في التايب كلها، دي قصه تانية. تمام. فواضح الربط ما بين الداتا ماشيه ازاي من هنا لهنا. اوكي، بعد كده نبص على البروبرتيز بشكل عام. فعندنا مثلا في مثلا بروبرتيز تبقى خاصه بالمشروع، فمثلا انا بستعمل اللي هو الديفولت اكزامبل الموجود في الريفت، عشان لو حد هيتابع معايا بحيث ان تبقى الدنيا سهله. فهتلاقي مثلا في البروبرتيز مثلا في للبروجكت، هتلاقي مثلا اللوكيشن، مثلا لو بصيت على اللوكيشن هتلاقي حاطط لك مثلا اللوكيشن بتاعه باللاتيتيود واللونجيتيود، لو في ادرس هتحطه، مش عارف في ويذر كونديشنز، وبعد كده اللي هي البارامترز بقى التانيه كلها، او البروبرتيز لو بنتكلم بلغه الداتا موديلنج، فلو هتحط مثلا اسم الشركه، مش عارف الديسكريبشن، اسم المبنى، دي حاجات للسيكونيزيشن واللوكيشن والموديلنج والكلام ده، كلاينت، مش عارف ايه الكلام ده. تمام. بعد كده نبص مثلا على البروبرتيز بتاعه الانستنسز اللي عندي، يعني الكاميرا المعينه او البيم المعينه اللي عندي في المشروع بقى. فمثلا ناخد مثالين مثلا، فتلاقي مثلا بنتكلم على اللايت جيردر جوينت اللي هي فوق دي سي سيكشن، فهو تلاقيه حاطط لك البارامترز بتاعتها كلها اللي هي الاتريبيوتس بتاعتك او البروبرتيز بتاعتك. فتلاقيه بيقول لك والله مثلا الريفرنس ليفل بتاعها دي، اللوكيشن، الاوفست بتاعها، الكروس سيكشن روتيشن بتاعها قد ايه، وبعد كده مثلا يقول لك اللينث بتاعها، الفوليوم بتاعها، جميع البروبرتيز بتاعتها، ونخش في التفصيل بعد كده في حاجات اكتر. نفس الكلام بالنسبه للريكتانجلر تيمبر بي اللي هي في الخشب بتاع الارضيه، نفس الفكره بالظبط. فدي كلها البروبرتيز او البارامترز. تمام. بعد كده نخش على الفكره بتاعت الكلاس والتايب. فلما نيجي نبص، يعني انت لو انت في السوفت وير ودخلت على الايديت تايب، هيوريك بقى التايب بروبرتيز نفسها. فانت بتتكلم على ايه؟ انت بتتكلم الفاميلي اللي هي ريكتانجلر بتاع
مثل ريكتانجلر تمبر بيم. التايب بقى اللي تحتيها اللي هي التمبر اللي هي الكاميرا اللي هي 50 في 200 دي بس. فالويت مثلا هو مش عامل له اساينينج، محتاج انت تعمل له اساينينج. بعد كده مثلا تخش على البارامترز نفسها، فتبص على الفاميلي، دي بقى الفاميليز كلها اللي تحت الكاتيجوري اللي هي تبعه، عشان كده تلاقي الحبه دول بس اللي قدامك، مش حاجات كتير قدامك. بعد كده مثلا تحت الفاميلي دي اللي هي ريكتانجلر تمبر بيم عندك نوعين بس، 50 في 150 وعندك اللي هي 50 في 200. ولو حابب تبص اكتر ممكن تخش على الكي نوت، تدوس عليها دبل كليك وتوريك الديفيجنز كلها. فانت مثلا بوريك بقى الكود بتاعها بيتكتب ازاي، يعني مثلا بيقول لك 1، يعني هتلاقي مثلا مكتوب مثلا A1 في الكي نوت، دي المقصود بيها ايه اللي هي 0 0 0 0 3 3 1 0 A1. دي مثلا لو احنا بنتكلم على ايه، دي لو احنا بنتكلم على كونكريت، تحت الكونكريت دخلنا في الاستراكشر كونكريت. وبعد كده بنتكلم على ده 350 مللي diameter custom place circular call مثلا. فدي كلها يعني دي بتبقى الهيراركي ماشيه ازاي، ودي كل برانش في الهيراركي تحت ايه بالظبط. تمام، لو دخلنا اكتر ان ديتيلز في البروبرتيز فانت ممكن تاساين مور بروبرتيز لو انت عايز. فلو دخلنا مثلا في الكونكريت سلاب مثلا، فهو مثلا في الفاميلي مثلا هي اسمها فلور، بعد كده دي واضح ان هي ان سيتي كونكريت. فانا مثلا موريك مثلا شكلها عامل ازاي، بعد كده انت عاوز تبص على الفانكشنز بتاعتها. فدي مثلا بالنسبه للجرافيكس مثلا، فهو بيقول لك مثلا عاملها لك باللون الفلاني كلام من ده. الاستراكشر ماتيريال دي الماتيريال اللي هو معرف لها، فهو دي واخد ماتيريال ايه كونكريت رف. بعد كده نخش في الماتيريال نفهم يعني ايه كونكريت رف. وبعد كده مديك بقى شويه حاجات، يعني مثلا الهيت ترانسفير كوفيشنت بتاعتها كذا، ثيرمال ريزيستنس كذا، الثيرمال ماس بتاعها كذا، ابسوربشن كذا، الرفنس كذا. دي بروبرتيز كلها ممكن تعمل لها اديت لو انت عايز. لو عملت اديت من هنا يبقى انت بتعمل اديت للانستنس نفسها للبلاطه دي. عاوز تعمل اديت للتايب كلها ممكن تخش تعمل اديت للتايب، دي موضوع تاني. تمام، لا انا اسف انا اسف انا اتلخبطت هنا. لا دي هنا تعمل اديت للتايب نفسها، عاوز تعمل اديت للانستنس بتطلع بره خالص عادي وتعمل اديت للانستنس من هنا. اوكي، بعد كده مثلا لو حبيت تبص مثلا مور ديتيلز مثلا على الاسمبلي بتاعتها، فده الاسمبلي. فبيقول لك والله مثلا هي معموله من ستراكشر 1 كونكريت، ستراكشر ثيرمال الاير بتاعها ريجيد انستنس كذا، الممبرين بتاعها كذا، وهو مفصلها لك ومديك بعض اللي هنا السيتنجز بتاعتها. طب حبيت تخش ان ديتيلز في كل واحده فيهم، فتبدا تخش وتشوف البروبرتيز اكتر. وهو معرف لك البروبرتيز بتاعت الماتيريال هنا، فهي كونكريت ففيها ايدنتيتي والديسكريبشن بتاعتها والكلام ده. عاوز تخش مثلا في الفيزيكال بروبرتيز وتغير فيها، فاليانجز يانجز موديل بتاعها، موديولس بتاعها كذا، بوسون ريشيو بتاعتها كذا، الكومبريشن بتشيل قد ايه كومبريشن، شير كلام من، ممكن تغير في الكلام ده كديزاين ديتا. عاوز تضيف مثلا حاجه مثلا زي الثيرمال ريزيستنس مثلا ممكن تضيفها. فكل ده يعني تاني احنا بنعمل ايه، احنا ازاي بنربط البروبرتي بالانستنس بتاعتي او التايب. تمام، طب انا حبيت اضيف انستنس جديده او بروبرتي جديده، طب ازاي اعمل الكلام ده؟ فممكن والله بخش في البروجكت بارامتر نفسه واشوف والله انا عاوز اعمل مثلا اد نيو بارامتر، وابدا اشوف والله البارامتر ده هل خاص بالمشروع ده وانا عاوز اعمل حاجه بعد كده تشتغل على بقيه المشاريع، وابدا اسميه، وهل البارامتر ده خاص بانستنس ولا بتايب. وبعد كده ابدا اشوف بقى الديسيبلين بتاعه ايه، التايب بتاعته ايه، الجروب هو يبقى تحتيه ايه، والكلام ده كله. فلو دخلت في التفاصيل شويه مثلا هتلاقي مثلا الديسيبلين بتاعه هو مثلا هو ستراكشرال اتش فاك تبع انه كاتيجوري من دول، ودي انه بارامتر اللي بيقيسها لينث اريا. فزي ما انت في ليميتيشن، يعني انت برضو محدود بانواع معينه ما تقدرش تعمل اي تايب نفسك فيها وخلاص، في ليميتيشن شويه. بعد كده الجروب بارامتر اندر ده هيبقى تحت ايه بقى، تحت مثلا الفورسز، دي حاجه في الجرافيكال بوست بتعملها، حاجه تبع الاي اف سي كلام من ده. فده ازاي ان انا بضيف بارامتر جديد. طب لو حبيت مثلا اضيف ماتيريال جديده نفس الكلام، فبتبدا والله ديفاين نيو ماتيريال، هيطلع لك يقول لك والله طب الجرافيكس بتاعتها مثلا شكلها ايه، بعد كده الايدنتيتي، بعد كده ممكن تزود الفيزيكال بتاعها وتزود الثيرمال بتاعها والكلام ده، وتحط لو انت عايز مثلا ريسايكلينج كونتنت فيها قد ايه، عاوز تحط اذر كونتنت، كل ده ممكن. تمام، ودي السورس بتاعتنا.
بس انا هقف هنا، المحاضرة قصيرة. الفكرة بس تاني، انا كنت بحاول اوضح ازاي هنربط ما بين السوفت وير والداتا موديلنج، وازاي الداتا بتفلو من هنا لهنا. ان شاء الله ستارتنج من المحاضرة الجاية او الفيديو الجاي هنتكلم بقى ازاي نستفيد من الكلام ده وازاي نطلع منه. تاني انا بتكلم من السكوب بتاع الداتا موديلنج، مش بتكلم من السكوب بتاع البرامج. البرامج في ناس كتير احسن مني ممكن تتكلم في الموضوع ده، وانا مش مهتم ان انا اعمل كونتنت في الموضوع ده. انا بتكلم تاني عن الربط بالاتنين، يعني مثلا هتكلم على ال 4D وال 5D والانفراستراكشر والكلام ده، بس تاني انا بتكلم اكزامبلز ازاي الداتا بتتربط وازاي اقدر استفيد منها واطلع منها شغل بعد كده، وسامبلز بسيطة من البرامج اللي هي ازاي بتعمل لي شغل بيم، مش مجرد كاد وكلام من ده. بس كده، سلام عليكم.